مرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها للحديث عن دلالات زيارة وفد الميليشيا إلى كل من بغداد وبيروت وطهران. في حين تتصاعد الانتقادات الدولية إزاء التدخلات الإيرانية غير المساعدة في اليمن، تسعى ميليشيا الحوثي إلى تعميق الصلات مع طهران وحلفائها والجماعات الإرهابية المرتبطة بها في الدول العربية. وفد حوثي في بغداد، وهذه ليست المرة الأولى، إلا أن دلالات هذه المرة تختلف عن ذي قبل نظرا للظروف التي تحيط بهذه الزيارة، والتي أصبغت عليها الميليشيا صفة رسمية بعد أن أعلنت مجلسها السياسي في صنعاء. يقول بعض المراقبين إن هذه الزيارة تأتي بهدف حشد الدعم للمجلس السياسي، ولكن خلو الوفد من ممثلي المخلوع يجعل الزيارة تأخذ منحا آخر، يشير إلى أنها لا تخرج عن كونها زيارة بهدف التنسيق بين ميليشيا الحوثي ونظيراتها في العراق ولبنان، وتلقي توجيهات من مركز التحكم في طهران. ما دلالات زيارة وفد الميليشيا إلى بغداد وبيروت وطهران؟ وما علاقة هذه الزيارة بالحديث عن مساعي طهران لتشكيل أو دعم الميليشيات في المنطقة لتكون فروعا محلية للحرس الثوري الإيراني؟ وما موقف الحكومة من هذه التحركات؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا هذا المساء مع ضيوفنا في زوايا الحدث. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. الحوثيون في بغداد وبدون رفاق من حزب المخلوع، زيارة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق الوفد المجلس السياسي التابع لميليشيا الحوثي زيارة بغداد ودمشق وبيروت وطهران العام الماضي، فيما تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز وتطوير التنسيق المتبادل بين ميليشيا الحوثي ونظيراتها من الميليشيات التي ترعاها طهران في الدول العربية. وزارة الخارجية العراقية التي أكدت الزيارة أضفت عليها صفة رسمية، مؤكدة على لسان المتحدث باسمها أن استقبالها الوفد الميليشيا يتماشى مع موقفها الداعم للحوار اليمني والرافض لتدخل العربي العسكري في اليمن حسب قوله. فيما كان وزير الخارجية إبراهيم الجعفري يلتقي الوفد برئاسة يحيى الحوثي، مؤكدا دعم حكومته لما أسماه كل خطوة دستورية وقانونية تحفظ وحدة الصف اليمني، في إشارة إلى المجلس السياسي المشكل حديثا بين ميليشيا الحوثي وحليفها المخلوع في صنعاء. مصادر مقربة من الوفد أكدت أنهم سيقومون بجولة تشمل عددا من الدول سعيا للحصول على اعتراف بما أسموه المجلس السياسي الأعلى، حيث سينتقل الوفد من بغداد إلى بيروت في جولة تقوده أيضا إلى عاصمة الميليشيات طهران. حضور القيادي في الجماعة يحيى الحوثي ورئاسته للوفد وظهور الوفد خاليا من الشخصيات الممثلة للمخلوع يشيران إلى أن هذه الزيارة لا علاقة لها بالحصول على الدعم للمجلس السياسي، بقدر ما تشير لمساع لتعزيز الروابط بين ميليشيا الحوثي ومثيلاتها في العراق ولبنان وإيران، وهي الدول التي تحتضن حلفاء جماعة الحوثي وداعمها ماليا وعسكريا. توقيت الزيارة عقب اجتماع اللجنة الرباعية ومناقشة خطة كيري للحل ودعوته إيران لإقناع حلفائها في صنعاء بقبول العودة للمسار السياسي، يشير لأن الميليشيا ما زالت مصممة على السير قدما في تنفيذ مشروعها التدميري في اليمن والبحث عن دعم يمكنها من الاستمرار في سرقة الدولة اليمنية، وبحثا عن مصادر دعم وتمويل إقليمي مع مشرفة الاقتصاد اليمني على الانهيار. تأتي هذه الزيارة عقب تصريحات أكثر من مسؤول إيراني عن مساعي لتشكيل ميليشيات محلية في عدد من الدول العربية أو دعمها لتكون فروعا محلية للحرس الثوري الإيراني، وهو ما يشير لأن التنسيق بين ميليشيا الحوثي ونظيرتها من الميليشيات والجماعات الطائفية في المنطقة قد انتقل إلى العلن، متخذا صفة رسمية التي تضفيها على نفسها الجماعة ومن خلفها داعمها الطائفيون. معنا الآن مشاهدينا الكرام من الرياض رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات الدكتور نجيب غلاب. دكتور، الحوثيون في بغداد ومنها إلى بيروت وطهران، ما هو تفسيرك لذلك؟ أولا، العلاقة الحركة الحوثية مع التيارات التيارات الطائفية الموجودة في بغداد بالذات الجعفري وزير الخارجية ليست جديدة، هي ممتدة لفترات طويلة، وبدأ التنسيق حتى قبل غزو العراق من قبل أمريكا بدأت ونسجت هذه العلاقات داخل دمشق، فهي ليست جديدة، وبالتالي اليوم هو تفعيل لهذه العلاقات القديمة ومسألة طبيعية. الوكلاء إيران اليوم يسعون لتشكيل تحالفات ممتدة عابرة للحدود، جميعهم هؤلاء الوكلاء لا يؤمنون بالدول الوطنية، ولاءهم مركز عند لدى ولي الفقيه،
صحيح أن الحوثية لديها مسارات ربما تبدو مختلفة بسبب الطبيعة المذهبية، لكن التأصيلات التي بناها حسين الحوثي داخل الزيدية هو جعل من خومن الزيدية وأخرج يعني أسس بنية أيديولوجية هي أقرب إلى الخمينية. لكن في نهاية الثمانينات 4 من القيادات الفاعلة اليوم داخل بنية الحركة الحوثية بايعت الخميني كإماما وخليفة، وبالتالي الحركة الحوثية من ناحية فعلية ارتباطاتها بإيران ارتباط عضوي. تحاول اليوم إيران أن تجعل من الدول العربية بوابة لتسويق الحوثية داخل المجال العربي، لكن عبر وكلائها. أنا أتصور أنه هذه الزيارة فقط يعني ميزتها أنها أصبحت معلنة، ومسألة أن تستقبل هذه تستقبل الحوثية بطريقة رسمية ما يعني ليست يعني مؤثرة كثيرا فيما يخص الصراع داخل اليمن، لكن الأهم من كل ذلك هي مسألة العلاقات العضوية التي تربط وكلاء إيران داخل المنطقة. طيب لماذا يخلو هذا الوفد من ممثلي المخلوع برأيك؟ لا أعتقد المؤتمر الشعبي العام هو حزب مصالح. صحيح أنه اليوم يبحث عن منقذ من خلال محاولة الدخول داخل هذا التحالف، وكان صالح وبعض متطرفي المؤتمر يعني اللي كانوا مرتبطين بشكل أو بآخر بالحركة الحوثية أو نقول جناح الحوثية داخل المؤتمر الشعبي العام، كان يطرح أنه لابد من حلف جديد يربط سوريا بالعراق بلبنان باليمن ليشكلوا حلف جديد داخل المنظومة العربية ويرتبطوا بإيران. هذا الكلام كان يطرح قبل الانقلاب، لكن أعتقد أنه المؤتمر اليوم أكثر إدراكا. أنا أتحدث عن المؤتمر ولا أتحدث عن صالح. المؤتمر تيار صالح أعتقد أنه يدرك هذه المخاطر، وهو يتفهم يعني موقع اليمن الاستراتيجي وعلاقتها العضوية بالخليج، لكن الانقلاب هذا أدخلهم في ورطة كاملة، وإيران والحركة الحوثية وجناح الحوثية داخل المؤتمر يسعون بشكل يعني يومي ولتغيير ذهنية المؤتمر الشعبي العام بحيث يصبح تيار صالح كله عبارة عن بيئة حاضنة للحركة الحوثية، لأن الحركة الحوثية هي أقلية صغيرة وضئيلة. إذا لم تستوعبها القبيلة والعسكر والمؤتمر الشعبي العام تنهار، لا تتمكن من السيطرة، تكون عبارة عن مجموعة ضعيفة. وبالتالي هم يحاولوا بشكل أو بآخر أنهم يجروا المؤتمر بالذات. طيب هل يعكس ذلك وجود نوع من الخلاف بين المؤتمر ومن جهة أو ممثلي صالح وكذلك بين الحوثي من جهة أخرى؟ مول الآن طبيعة المرحلة الآن، لأنه صالح الآن متحكم بمسارات المؤتمر الشعبي العام بالذات داخل صنعاء ومحيط صنعاء وبعض امتداداته في المحافظات التي ما زالت تحت سيطرة الانقلاب. صالح هو يريد أن تكون الحركة الحوثية جناح ديني للمؤتمر الشعبي العام، لأنه علي عبد الله صالح تعود أنه يتحالف مع التيارات الدينية، تحالف مع الأخوان، ولما اختلف معهم بحث عن تيار آخر. هو يرى أن الحوثية أكثر قدرة على بناء لحمة عصبوية داخل جغرافيا القبائل وحتى داخل العسكر. ما حدث له في 2011 وجد نفسه أنه يعني كثير من القوة يعني وقفت ضده، حتى التيار المؤتمر الشعبي العام اللي كان مؤيد له كان مع التغيير، وانجرف كثير منهم في مؤتمر الحوار باتجاهات إحداث التغيير الجذري اللي يعيد بناء النظام. لذلك علي عبد الله صالح يواجه كثير من الأمور والتعقيدات داخل المؤتمر الشعبي العام، فوجد الخلاص أنه بالإمكان أنه يعيد بناء لحمة من خلال الطائفة الحوثية اللي تكون عبارة عن جهاز تعبوي للكتلة القبلية
وللعسكر وأيضا حتى داخل المؤتمر الشعبي العام. وضحت. أنت تلاحظ اليوم المؤتمر الشعبي العام أصبحت ذهنيته أقرب إلى ذهنية خطاب الثورة الخمينية. هناك مخاطر اليوم يعني كثيرة، لكن نعم العقلاء حتى المحيطين بصالح يدركون هذا الخطر ويحاولوا أن يواجهوا، لكن ليس بيدهم يعني القوة الكافية لمقاومة صالح وحلقاتها الضيقة. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور. ينضم إلينا الآن من الرياض الكاتب السعودي سليمان العقيدي. أهلا بك سيد سليمان. هناك وفد حوثي في بغداد، هذه المرة مع صفة رسمية، هناك استقبال واضح، الحفاوة من قبل الحكومة العراقية. برأيك وأنت محلل سعودي، ما الذي يشير إليه ذلك؟ مساء الخير لك ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح أنه هذا الوفد الذي يتواجد في العراق الآن للتنسيق اللوجستي والعسكري والسياسي مع الذراع الإيرانية وهو الحشد الشيعي، وسيتوجه خلال أيام إلى بيروت للتنسيق مع الذراع الأخرى للحرس الثوري الإيراني حزب الله الشيعي المتطرف، ومن ثم يتجه إلى قائد هذه المجموعات الإرهابية في طهران الخامنئي. من الواضح أن الأمور انكشفت والألاعيب قد فضحت، وما يسرون به عوراتهم في السابق انفضح. فكلما قلنا أن هذه حرب عربية إيرانية يحاول فيها العرب تحرير أراضيهم من الاستعمار الفارسي، قيل لنا لا، هؤلاء وهذه ثورة وهذه قضية يمنية. من الواضح قلنا هذا منذ الشهر الأول لعاصمة الحشد، وأنا شخصيا قلته منذ احتلال صنعاء، اشتركت في ندوة وقلت هذا الكلام، وقلته أثناء احتلال عمران، وكان هناك من يناسبني ويدافع عنهم ومن اليمنيين أنفسهم. أنا كنت أستقرأ الأحداث، ومنذ الاستيلاء على 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 القرية اللي في صعدة كتاب وأحداث دمجنا نسيت اسمه. نعم و المخطط واضح منذ اللحظات الأولى، مخطط إيراني استخدم فيها الحوثي كذراع سياسي وعسكري، وانضم إليه علي عبد الله صالح المشهور والمعروف بذرائعيته وانتهازيته وبعده عن أي قيمة سياسية. هذا المشروع الإقليمي الذي كنا نقوله وكانوا يردون علينا وينفون، هم الآن يفضحون أنفسهم، يتجهون إلى أدوات إيران في المنطقة، حشد طائفي وحزب إلهي فارسي وخامنئي، وكل هذا مشروع، كل هذا مشروع واحد. ولذلك أعتقد أن الأمور يعني ليس لنا نحن مقتنعون، وإنما للأخوة الذين يظهرون حيادهم أو يظهرون براءتهم، عليهم أن يتخذون المواقف الآن الواضحة، إما أنهم مع المشروع الأمن القومي العربي ومع الدفاع عن الأراضي العربية، أو أنهم مع المستعمر ومع الغزاة ومع البرابرة الفكرة. هذا هو الموضوع. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ سليمان. أعود للدكتور نجيب غلاب رئيس مركز منتدى الجزيرة العربية للدراسات. دكتور نجيب، يعني هذه النقطة، مسألة رسمية هذه الزيارة، هل تفرق إذا كانت الزيارة رسمية وهناك استقبال رسمي من قبل الحكومة العراقية لهذا الوفد من ميليشيات الحوثيين، أم أن الأمر هو سيان في حقيقة الأمر؟ لا، يعني رسالة واضحة من الدولة العراقية، هي تستقبله يعني ليس للتفاوض أو لعملية بناء السلام كما حصل في الكويت، واستقبلت الحركة الحوثية بالكويت مع تيار المؤتمر الشعبي العام
وفرش لها السجاد الأحمر، لكن في مسار تفاوضي يعني يقود إلى السلام، بمعنى هي محاولة احتواء الحركة الحوثية ضمن يعني المقررات الأممية وضمن الرؤية الإقليمية التي تحقق أمن وسلام اليمن واستعادة دولته. لكن هذا اللقاء هو لقاء واضح، يعني يعطيك مؤشر يعني جديد في لدى الدولة العراقية. هو التقى أولا بوزير الخارجية، ثم التقوا بقيادات من الحشد الشعبي، لكن من الواضح أنه إيران أعلنت يعني قبل فترة أن لديها أكثر من 200 ألف من يعني تابعين للحرس الثوري، تابعين لفيلق القدس، موجودين في المنطقة العربية، منها موجود في العراق وموجود في اليمن وفي لبنان وفي سوريا. بمعنى اليوم أنه الالتقاء من حيث طبيعة هذا اللقاء هو التقاء تكوين واحد تابع لولي الفقيه، وبالتالي فقط هو الجديد أنه يتم بشكل رسمي، وهي رسالة أنه اليوم بإمكان العراق واليمن يتحولوا إلى كماشة للضغط على الخليج. وكان واضح من خلال التسجيلات التي ظهرت مع قيادات من الحشد الشعبي، كان هناك تهديد واضح أنهم قادمون إلى المملكة العربية السعودية. بمعنى اليوم أن إيران أعلنت الحرب بشكل واضح وبشكل معلن من خلال وكلائها على دول الخليج وعلى المملكة العربية السعودية وعلى العرب. وبالتالي أنا أعتقد أنه نحن في حالة حرب واضحة، وكانت التصريحات الأمريكية واضحة في هذا الجانب، وحذرت إيران من استمرار يعني تصديرها للصواريخ إلى جنوب المملكة العربية السعودية. وأيضا كانت تصريحات السفير الأمريكي أيضا واضحة في مسألة ما هو دور إيران في المستقبل، هل دورها هو تصدير الإرهاب والمشاكل والفوضى، أم ستكون عامل من عوامل يعني بناء الأمن والسلام داخل المنطقة. يعني التدخلات الإيرانية وتوظيفها لوكلائها لم تعد يعني مسألة محل نقاش أو محل شك. صحف أمريكية فورم بوليسي كتبت بشكل واضح عن دور الحوثي باعتبارهم أداة وظيفية تابعة لإيران وإدارتها للحرب ضد المملكة العربية السعودية، بمعنى أنه اليوم اليمن مع الانقلاب تحولت إلى أداة وظيفية لإدارة حرب ضد المملكة العربية السعودية، واليمنيين هم اليوم ضحية لهذه التدخلات الإيرانية. والتصريحات الدولية واضحة حتى الأمريكية والأوروبية أنه من حق المملكة أن تدافع عن نفسها. صحيح. أمام هذا الغزو الإيراني وهذا الاستعمار الذي حول وطن كامل هو جزء من تركيبة جزيرة العرب إلى أداة وظيفية لإدارة حرب ضد العرب أنفسهم، ضد اليمنيين وضد يعني عرب الجزيرة وبالذات المملكة العربية السعودية. بمعنى اليوم القراءة صارت واضحة وبينة ومعلنة، لم يعد هناك أي شك في هذه المسألة أن إيران قد أعلنت حربها وبشكل كامل وعلني من خلال وكلائها ومن خلال تصريحات المسؤولين التابعين لولي الفقيه. هذه الزيارة ستمتد إلى المناطق يعني إلى المناطق التي هي تابعة لإيران، من بيروت إلى بغداد. وأنا حتى يعني أنا أستغرب أن تتحول سلطنة عمان إلى مركز لهذه الدبلوماسية، وهذه مسألة ربما دول يعني دول مجلس التعاون بحاجة أن تناقش وتفتح هذا الملف، لأنه أصبح ملف يهدد أمن الدول ويهدد أمنها بشكل مباشر، يعني لم تعد المسألة لعبة مصالح. مفهوم. المسألة الأكثر أهمية اليوم هو بالنسبة لنا كيمنيين، لابد يعني أن نفهم طبيعة الصراع. نحن اليوم يعني حولنا إلى أداة وظيفية، وتحول الشعب اليمني وجيشه ودولته وبعض مناطق القبائل إلى أداة بيد الخلية الأمنية الإيرانية التي تدار بشكل مباشر من طهران. ولا نستغرب في الفترة القادمة أن نجد عناصر من الحشد الشعبي داخل صنعاء، أو نجد عناصر من حزب الله يعني بشكل علني وهي ترفع رايات الخميني وترفع رايات هذه التكوينات داخل مناطقنا في اليمن. نحن اليوم في اليمن في حالة حرب حقيقية مع أبشع أنواع الاستعمار
ربما استعمار، هو استعمار بأدوات داخلية، وهو استعمار مركب، استعمار من الداخل وضحت الحركة الحوثية، واستعمار أيضا لأن هذه الحركة هي تابعة ووكيل لولي الفقيه، بالتالي هو استعمار مركب. وعلى الحركة الوطنية اليمنية أن تفهم هذا الصراع بهذه الطريقة وتوحد صفوفها لإدارة معركة التحرير. أشكرك رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات دكتور نجيب غلاب، كنت معنا عبر الهاتف. وأعود إلى الأستاذ سليمان العقيلي. أستاذ سليمان، إذا ما أضفنا إلى هذه الزيارة طلب الحكومة العراقية من السعودية تغيير السفير في بغداد، هل يمكن الحديث على أن هاتان الخطوتان تأتيان في ذات السياق؟ نعم. ألو، تسمعني أستاذ سليمان؟ ألو، ايوه اسمعك. نعم، كنت اتحدث على ان اذا ما اضفنا الى هذه الزياره طلب الحكومه العراقيه من السعوديه تغيير سفيرها في بغداد، هل يمكن الحديث على ان هاتان الخطوتان تاتيان في نفس السياق؟ واذا نظرنا الى ما قاله الحشد الشيعي المتطرف الارهابي بانه سيغزو المملكه العربيه السعوديه بعد أن ينتهي من مهمته في إبادة السنة في العراق، وهو ما يسميه داعش. المشروع واضح، والحشد الشيعي الإرهابي هو في الواقع برعاية الحكومة العراقية، إن بقناعتها أو بضغط إيراني أو رغما عنها. هو الحقيقة الآن هو الجيش الإيراني في العراق، ومعه قوات من الحرس الثوري الإيراني، وهم يهددون، يعني هم أطلقوا تصريحات ضد المملكة العربية السعودية. وأنا يعني موضوع السفير هذا أنا أعتبره تفصيل من التفاصيل. هم الحقيقة قالوا إنه قتل السفير شرف لهم، وهو طبعا شرف من لا شرف له من أمثالهم، وهم قالوا إنهم سيغزون المملكة العربية السعودية. و بالتأكيد أن القيادة السعودية تأخذ هذه التهديدات الإيرانية من طيب إيران ومن زملائها. أستاذ سليمان، محمل الجد، الدكتور قبل قليل الدكتور نجيب غلاب تطرق إلى نقطة مهمة، هو الدور العماني في هذه السياقات. يعني يمكن فهم العلاقات العراقية وكذلك ما يتعلق بحزب الله مع الحوثيين وكذلك إيران، لكن الدور العماني الآن في هذا السياق كيف يمكن تفسيره وهي في إطار المنظومة الخليجية في نهاية المطاف؟ الدور العماني معروف أنه دور مشبوه، والصحافة العمانية هي في الواقع هي أصبحت جزء من صحافة الولي الفقيه، وهذا بمتابعتنا لها وبمتابعتنا للحركة في عمان أصبحت خنجرا في الأمن القومي الخليجي والأمن القومي العربي. وينبغي، أنا أقترح يعني وأرى وأعتقد، والرأي ليس لي طبعا إنما للقيادات السياسية، أن ينظر في موضوع عمان وكيف يتم الدخول علينا من عمان لاختراق أمننا الخليجي وأمن الجزيرة العربية. عمان في الواقع الآن أصبحت مصدر للخطر والاختراق الأمني، وعمان الآن تؤدي دور التغطية لهذه الحثالة الذي لا ينبغي مع الجلوس معهم على طاولة المفاوضات. هؤلاء ليس في نيتهم أي تسوية وأي سلام، عندهم مشروع إلهي، مشروع يعتقدون أنه قدم من السماء، هو الولي الفقيه يمثل لهم وكيل الله في الأرض. يعني هم الحقيقة هذه الجماعة هي جماعة إيديولوجية عقائدية متطرفة أصولية. نعم. ولا يمكن أن يكون عندهم أي فرصة للحوار. نعم، ولذلك نعم. أشكرك جزيل الشكر الكاتب السعودي الأستاذ سليمان العقيلي، والمعذرة لضيق الوقت. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من اسطنبول الباحث والمحلل السياسي الأستاذ نبيل البكيري. أستاذ نبيل، يظهر يحيى الحوثي ويرأس هذا الوفد الذي ذهب إلى إيران، الذي ذهب إلى بغداد ومن ثم سيذهب إلى إيران. برأيك في غياب، في ظل غياب ممثلين للمخلوع في هذه الزيارة، هل يشير ذلك إلى أن هذه الزيارة لها طابع تنسيقي بين حلفاء طهران أنفسهم،
وليست دعم سياسي لما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى للانقلابيين. لا شك أن زيارة بهذا الإطار المحدد مسبقا وهي زيارة تتسم بوحدية الفريق ووحدية الهدف، مثل ذهاب فريق طائفي ومثل جماعة طائفية إلى دولة محكومة من قبل جماعة طائفية. لا شك أنه وكلا هاتين الجماعتين محسوبتان على طهران التي تقود هذا المشروع الطائفي في المنطقة. لا شك أنه له دلالات تتسق مع أهداف وطبيعة المشروع الإيراني. ولا نغفل أيضا في نفس الوقت أن هذه الزيارة هي أيضا تأتي في إطار البحث عن مخارج إقليمية فيما يتعلق بالحصول على اعتراف في شرعية الأمر الواقع الانقلابي الموجودة في صنعاء مثلا من المجلس السياسي أو ممثلة بهذه الجماعة كحاكمة كسلطة أمر واقع تحكم في صنعاء. لا شك أنه كل هذه السياقات تصب في هذا الاتجاه. طيب الآن يعني خلال الأيام الماضية كانت هناك تصريحات إيرانية كثيرة عن تشكيل ميليشيات في الدول العربية أو دعمها لتصبح ما يشابه الأذرع الذراعات المحلية للحرس الثوري. هل هذه الزيارة تأتي في إطار هذه المساعي؟ لا شك، أنا لا أستبعد مطلقا مثل هذه التوجهات مثل هذه الزيارة. أولا أنها أتت إلى العراق، والعراق تحديدا معروف أنه من أولى المناطق التي تحكم من قبل ولاية الفقيه ومن قبل أولى أجندات المشروع الطائفي مثلا بحزب الدعوة وكل وأيضا ما يسمي اليوم وما يسمى اليوم بالحج الشعبي الشيعي. كل هذه المسميات أيضا هي تفتقات وتفرعات لأدوات المشروع الإيراني في المنطقة. الشق السياسي من هذه الزيارة هو كما ذكرنا أنه هناك توجه ما لخلق مشروع ما أو لتبلورة مشروع وإعلانه كواقع موجود على الأرض، وهو المشروع الطائفي الذي يتحكم بكل من بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء حاليا. إيران تحاول من خلال هذه التكتلات الطائفية أن تصنع محورا يستبق بسبقة الدول الحاكمة أو المحكومة من قبل هذه الطوائف، ولكن باعتقادي أنه انسداد أفق أي اعتراف سياسي بمثل شرعية الأمر الواقع الموجودة في صنعاء تشكل عائق كبير جدا أمام، ولن يكون هناك أي اعتبار لأي اعتراف من قبل هذه الدويلات المحكومة بالأقلية الطائفية فيما يتعلق ب اعتراف بسلطة الأمر الواقع الموجودة. طيب يعني ميليشيات الحوثيين تقوم وبشكل دائم بأنها ضد أمريكا وما شابه، خاصة في الشعارات، وكثيرون لا يجدون هذه التطبيقات على الأرض. لكن من ناحية أن إبراهيم الجعفري هو كان أول رئيس المجلس الانتقالي بعد الاحتلال الأمريكي في العراق، هل يدرك الحوثيون مع من يتحالفون وكيف أن ذلك يضعهم في مواقف محرجة أساسا أمام من يناصرهم؟ ولو أنني ما سمعت السؤال جيدا، لكن باعتقادي أنه أن تتحدث عن إبراهيم الجعفري، إبراهيم الجعفري أحد أهم القيادات البارزة فيما يسمى الحزب الدعوة الإسلامي الموالي لطهران، والذي أسسته أيضا طهران منذ البداية. أيضا الجانب الآخر أنه لم يعد الأمر سرا فيما يتعلق ب وجود هدف ومشروع واضح لمثل هذه الكيانات وقيادتها من قبل طهران، وبالتالي تبادل المنافع والمصالح وتكامل الأهداف بين هذه الجماعات كلها تصب في صالح الولي الفقيه في طهران. لم يعد أمام هذه التكتلات اليوم من أسرار ممكن تخفيها، أصبح الأمر واضح جدا. شعارات نفس التجربة وحدية المسار في الأهداف والرؤى كلها لا تخرج عن قيد شعرة عما يطرح في كواليس المشهد أو ما طرح أيضا ليس في كواليس المشهد، وإنما أيضا على الهواء مباشرة في كثير من المحطات التاريخية فيما يتعلق بالمشروع الإيراني وهيمنته على المنطقة. الباحث والمحلل السياسي أستاذ نبيل البكيري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك، كما هو الشكر موصول لجميع الضيوف الذين كانوا معنا ولكم مشاهدينا الكرام. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات معد الحلقة الزميل كمال الحيدرة. إلى اللقاء.